رياضية نظيفة في الملعب الأولمبي. انطلاق يا السلام على كرة. يتألق سليمان دوري. الحديث هنا عن فريق الحماية المدنية وفريق أنتو وفريق الدرك الوطني. يتقدم خطيرة من عزيز يسدد وإلى ركلة مرمى. خطيرة هذه خطيرة فرجية عرضية رأسية تسديدة ما تزال. لا 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 وعزيز كنترول ترويج خطورة تسديدة وترجع من الدفاع وهنالك ركلة جزاء صافرة بار الشيخ لمصلحة فريق الدرك الوطني من أجل أن يبقى فريق الدرك في المقدمة بالهدف الأول. فرج بكي فرجي الدرك ينتظرون في المرمى الهدف الأول للدرك عن طريق محمد الخير فرجي في الدقيقة 28.